اهلا وسهلا باصحابي ابطال سنه رابعه ابتدائي، كل سنه وانتم طيبين. هنبدا مع بعضنا الترم الثاني في منهج الدراسات الاجتماعيه، وهناخد الدرس الاولاني اللي هو الزراعه وتربيه الحيوان وصيد الاسماك. اول حاجه قبل اي حاجه، لازم اي انسان على وجه الكون لازم يشتغل، لازم يعمل، يعني يكون في عمل بالنسبه له. العمل ده احنا بنسميه في الدراسات حاجة اسمها النشاط الاقتصادي. يعني ايه؟ يعني النشاط الانسان بيشتغل بيه. فاول حاجة، يعني ايه اساس النشاط الاقتصادي؟ ما قلت لك هو العمل او الحرفة اللي بيقوم الانسان بيها علشان يسد احتياجاته، يا اما بطريق مباشر يا اما يكسب المال، والمال ده بيشتري احتياجاته. يعني هو ايه؟ هو العمل او الحرفة التي يقوم بها الانسان لسد احتياجاته بطريق مباشر او كسب المال لشراء هذه الاحتياجات. طيب ايه بقى الهدف بتاعي اللي انا هستفيد منه من النشاط الاقتصادي؟ يعني ايه هو الهدف بتاع النشاط الاقتصادي؟ الهدف بتاع النشاط الاقتصادي، وده ممكن يجي لي سؤال بما تفسر اهمية النشاط الاقتصادي. واحد، توفير احتياجات الفرد والمجتمع. انا بوفر من النشاط الاقتصادي احتياجاتي كفرد واحتياجات المجتمع من ملبس، مسكن، غذاء. توفير فائض من الانتاج ليه؟ للتصدير. انا اوفر يعني ازود انتاجي واوفر منه عشان اقدر اصدره للخارج. يبقى بما تفسر اهمية النشاط الاقتصادي، واحد، توفير احتياجات الفرد والمجتمع. اتنين، توفير فائض من الانتاج ليه؟ للتصدير. طب ايه هي بقى الانشطة الاقتصادية اللي في مصر؟ قال انا عندي الزراعة والصناعة، النقل، المواصلات، السياحة، التجارة، الصيد، التعدين. كمان في انشطة، الانشطة دي بتختلف من محافظة للتانية. يعني في محافظة زراعية، في محافظة تانية صناعية، في محافظة فيها سياحة اكتر زي شرم الشيخ مثلا او الغردقة، في محافظة زي اسكندرية او القاهرة فيها تجارة اكتر، في محافظات على السواحل فيها صيد اكتر، المحافظات الصحراوية اللي فيها تعدين أكتر. لكن في أنشطة اسمها أنشطة الخدمات، ودي موجودة في أي مكان، في أي محافظة لازم تكون موجودة أنشطة الخدمات اللي هما التعليم والصحة والأمن. يبقى أنشطة الخدمات إيه تاني؟ التعليم، الصحة، الأمن. طيب فأنا عندي تختلف زي ما قلت لك الأنشطة الاقتصادية من مكان لآخر. فأنا عندي أول حاجة المحافظات الزراعية بيشتغل سكانها بالزراعة وتربية الحيوان. المحافظات الصناعية بيشتغل سكانها بالصناعة والخدمات، ولما زي ما قلت لك التعليم والصحة والأمن. المحافظات الساحلية بتشتغل بحرفة الصيد وبناء السفن والسياحة. المحافظات الصحراوية وبيعمل معظم سكانها بحرفتي الرعي والتعدين. وأخيرا المحافظات السياحية اللي بتشتغل بالسياحة. النهارده مع بعضينا هناخد اول حاجه النشاط ايه بقى هو النشاط الزراعي ده؟ النشاط الزراعي ده نشاط يقوم به الانسان منذ القدم، يعني من زمان خالص. لو احنا فاكرين الترم الاولاني هنلاقي ان الانسان اول ما نزل لوادي النيل استقر، فعرف ايه الزراعه. اول نشاط يقوم به الانسان في المناطق التي توفر فيها حاجتين، ميه وتربه خصبه. يبقى الزراعة بتعتمد على حاجتين، المياه والتربة الخصبة، وترتبط طبعا بها تربية الحيوان.
طب زي ما خدنا أهمية النشاط الاقتصادي، هناخد أهمية الإنتاج الزراعي أو أهمية الزراعة. إيه هي بقى؟ قال لي الزراعة دي تمدنا بالاحتياجاتنا اليومية من الغذاء، تمدنا ببعض المواد اللازمة للصناعة، المادة الخام اللازمة للصناعة زي القطن وقصب السكر، كمان بتمدنا الثروة الحيوانية بالألبان واللحوم والجلود منين؟ الماعز وهكذا. العوامل الطبيعية عوامل قيام الزراعة، ومن عوامل قيام الزراعة عندي حاجتين، عوامل بشرية وعوامل طبيعية. العوامل الطبيعية دول 3 حاجات سهلين: المياه، المناخ، التربة، ميم ميم ته. أما العوامل البشرية فهي عندي الأيدي العاملة، رأس المال، وسائل النقل، السوق. أول حاجة هنا العوامل الطبيعية. إيه العوامل الطبيعية دي؟ اللي أول حاجة العوامل الطبيعية مصادر المياه. مصادر المياه، ودي مصر بتتميز بتعدد موارد المية. طب ليه؟ جاي عشان فيه 3 حاجات. أول حاجة نهر النيل، ونهر النيل ده هو المصدر الرئيس للمية العذبة بمصر، يعني هو أساس الزراعة في مصر، يعني هو أساس المية اللي بنشربها، اللي بنسقي بيها الزرع، اللي كل حاجة هو نهر النيل. وبوزع مية نهر النيل للأراضي الزراعية عن طريق حاجة اسمها الترع. تاني حاجة المياه الجوفية، ودي توجد في الواحات. الواحات دي بتكون في المناطق الصحراوية، وكمان بتوجد في سيناء، وبالتالي ساعد على قيام الزراعة. يعني لو قال لي بما تفسر سؤال، بما تفسر قيام الزراعة في الواحات لوجود المياه الجوفية، قيام الزراعة بسيناء لوجود المياه الجوفية. تالت حاجة مياه الأمطار، ودي بتتركز زي ما خدنا الترم اللي فات على السواحل الشمالية لمصر، أو على ساحل البحر المتوسط، وبرضه أدت إلى قيام الزراعة بالساحل الشمالي. طب إيه الترعة اللي أنت قلت عليها يا مستر من شوية؟ الترعة هي قناة مائية يتم حفرها عشان لتوصيل المياه للأراضي الزراعية. إيه الترعة؟ قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه للأراضي الزراعية. طب ايه المياه الجوفية؟ قال المياه الجوفية دي بتوجد في باطن الأرض على أعماق مختلفة، وبيتم الحصول عليها من خلال حاجتين: الآبار والعيون. تاني حاجة عندي المناخ، وقلنا المناخ هو مصر تتمتع بمناخ ملائم لممارسة حرفة الزراعة على مدار العام، زي ما خدنا الترم اللي فات حار جاف صيفا دفيء ممطر شتاء، وبالتالي المناخ متنوع، وما دام المناخ متنوع يبقى ادى لتنوع المحاصيل الزراعيه. يعني لو قال لي سؤال متفسر، تنوع المحاصيل الزراعيه او اللي بسبب تنوع المناخ من مكان، او تنوع المناخ من الصيف والشتاء، فانا عندي محاصيل شتويه، ودي اللي بتنفع انها تتزرع في فصل الشتاء زي البصل، البرسيم، القمح، الشعير، الفول، الموالح زي البرتقال والخضروات. عند محاصيل صيفية، ودي بتجود يعني بتنفع تتزرع في الصيف زي العنب، قصب السكر، الذرة، الأرز، القطن. تالت حاجة التربة، وقلنا التربة دي إنها تميز بتربة وادي النيل طبعا إنها تربة خصبة، وزي تربة الوادي والدلتا والواحات. يبقى التربة الخصبة في الوادي والدلتا والواحات، وبالتالي كل هذه العوامل، سواء كان مصادر المية، سواء كان المناخ، سواء كان التربة، دي من العوامل الطبيعية التي أدت إلى قيام الزراعة، سواء كان في الوادي أو الدلتا أو الواحات أو حتى الساحل الشمالي لوجود الأمطار الشتوية. تاني حاجة العوامل البشرية. العوامل البشرية عندي 4 زي ما قلنا. أول حاجة الأيدي العاملة، ودي أهمية الأيدي العاملة دي بتزرع الأرض وبتحفر الترع، تزرع الأرض وتحفر الترع. تاني حاجة رأس المال، ورأس المال ده مهم جدا، من خلاله أقدر أشتري البذور، الآلات، الأسمدة، والمبيدات الحشرية. تالت حاجة وسائل النقل، ودي مهمة جدا برضو علشان بدون كل المنتجات والبضائع. أخيرا السوق، وده عشان أقدر أبيع المنتجات الزراعية. وبكده نكون خلصنا الزراعة. الحيوانية، الثروة الحيوانية دي تتنوع الثروة الحيوانية بمصر حيث تتربى في حاجتين، اللي الحيوانات اللي عندنا في مصر تتربى في حاجتين. أول حاجة الوادي والدلتا، وربي فيها الأبقار والجاموس.
يعني ممكن يجيلي سؤال اكمل، تربى الحيوانات نقط ونقط بالوادي والدلتا، الابقار وايه وجاموس. ممكن يجيلي بقى ما تفسر ليه الابقار وجاموس تربى في الوادي والدلتا اللي فيها وفرة المياه والغذاء. تاني حاجة في الصحراء بقى اربي الاغنام والماعز والابل، التلاتة دول. وليه دول التلاتة دول بالذات؟ اللي عشان تتحمل العطش وقلة ايه المياه. عندنا بعد كده صيد الاسماك. صيد الاسماك تتنوع مصايد الاسماك في مصر، فانا عندي مصايد ميه مالحه ومصايد ميه عذبه. الميه العذبه اللي هو عندي نهر النيل وفرعاه رشيد ودمياط، اللي على ايد اليمين دمياط وعلى ايد الشمال رشيد اللي عامل زي الصبعين دول زي ما اتعلمنا. وعندي بحيره ناصر اللي هي عند السد العالي. اما مصايد الميه المالحه فانا عندي 3 حاجات: البحر الاحمر، البحر المتوسط، واخيرا البحيرات ايه المالحه. حاجة ناخدها ايه بقى جهود الدولة عشان اقدر انمي الثروة الحيوانية واقدر انمي الزراعة. عندي 6 حاجات. اول حاجة لازم استصلح الكثير من الاراضي الزراعية، لازم استصلح الاراضي وازود مساحة الاراضي الزراعية. 2، احسن الانتاج الزراعي. طب ازاي احسن الانتاج الزراعي يا مستر؟ قال لي عشان بتوفير البذور الجيدة والاسمدة والمبيدات. لما اوفر البذور الجيدة والاسمدة والمبيدات اقدر احسن الانتاج الزراعي. تالت حاجة لازم اهتم بالتعليم الزراعي، اعرف اعلم ازاي الناس تزرع، وكمان اعلمهم الاساليب الحديثة في الزراعة. برضو لازم اهتم بالفلاح المصري واحسن مستوى المعيشة بتاعه، ولازم البي متطلباته واشوف احتياجاته ايه، لازم اراعيه وجرعية الفلاح المصري. تمام. لو جالي الحيوانات تعبت لازم اوفر الرعاية البيطرية للحيوانات، ومش كده بس، ده كمان استورد واربي السلالات الجيدة من الحيوانات، مش اي سلالة اربيها، لا السلالات ايه الجيدة. وبكده نكون وبكده اصحابي نكون خلصنا الدرس الاولاني من الوحدة الاولى في الترم الثاني. شكرا ليكم على انتباهكم. اتمنى لو في اي سؤال صعب عليكم او كده يعني تابعونا على طول باستمرار، وانا في خدمتكم طبعا. كل سنة وانتم طيبين. باي باي اصحابي.